معي على الهاتف من باريس سفيرنا سيادة السفير علاء يوسف. سيادة السفير مساء الخير. مساء الخير استاذ خالد، زي صح. زي حضرتك الحقيقة شفنا صور حضرتك النهارده وانت تقف في استقبال جموع الناخبين من الجالية المصرية في باريس، هل لك ان تصف لنا كيفية سير العملية الانتخابية في يومها الاول؟ احنا لسه قافلين باب الاقتراع من نص ساعة بالظبط، بدأنا الساعة 9 الصبح ولسه مخلصين من نص ساعة. العملية تمت بسلاسة وبسهولة ويسر، وبصراحة الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت لنا أجهزة إلكترونية، والتصويت بالنسبة لكافة المصريين اللي توافدوا على السفارة بالرغم من هو يوم عمل النهاردة، في عدد كبير من المصريين النهاردة شرفونا وشاركوا وبرسوا واجبهم الدستوري نحو التصويت في الانتخابات الرئاسية. والأجهزة التي تم توفيرها كانت ساعدت بصراحة على سلاسة وسهولة عملية التصويت. وأحب بالمناسبة دي يا أستاذ خالد يعني أشيد بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بتوفير يعني حتى بطاقات انتخابية للغير المبصرين، بحيث أن في وصلت لنا مجموعة من البطاقات بطريقة برايل لمساعدة الغير مبصرين على التصويت. فده أمر بصراحة أنا بعتبره يعني خطوة جميلة من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، أحييهم عليها. وفي نفس الوقت كمان كان هناك عدد كبير من المصريين النهاردة شاركوا، ومنتظرين عدد أكبر خلال عطلة نهاية الأسبوع اللي بتبدأ صحيح. من بكرة وبعده إن شاء الله بنفتح من 9 الصبح ل 9 بالليل، وان شاء الله تكون تجربه جميله. الحقيقه لما اتصلنا ببعض اصدقائنا في باريس قالوا ان العمليه كمان اجرائيا في السفاره مشيت بصوره بسيطه جدا وجميله جدا، وكان يوم فيه طاقه ايجابيه، وسيادتك كنت واقف جدا بتستقبلهم بنفسك. عافية يا استاذ خالد، احنا نظمنا عده لقاءات خلال الفتره الاخيره مع اشقائنا من ابناء الجاليه المصريه، واطلعناهم على سير العمليه الانتخابيه، واطلعناهم على اهميه التاكد قبل المجيء للاجلاء باصواتهم، التاكد من تسجيل اسمائهم على قائمه الناخبين، واطلعناهم على كافه الترتيبات الخاصه بالعمليه الانتخابيه، وفرنا لهم مظله خارج السفاره لان انت عارف حضرتك ان فتره الشتاء وهناك احتمالات لسقوط امطار، فوفرنا مظله خارج السفاره لحمايتهم من الامطار. وزي ما حضرتك تفضلت فعلا العمليه تمت بشكل ايجابي جدا جدا.